مين معانا؟ طيب معايا اتصالات هاتفية. الأستاذ عماد الدين. مساء الخير يا أستاذ عماد، حضرتك يا فندم، أهلا بيك، اتفضل. مشكلة النهاردة الصبح قبل يعني بعد لجنة العربي عرفنا ان أنت الحكم طالب المسؤول يا عماد؟ قبلها. أنت طالب ولا والد ولا إيه بالظبط؟ لا انا طالب في مدرسة مصطفى كامل أيوه اتفضل. اندري، فاجئنا كلنا يعني ان الامتحان العربي كان متسرب قبلها. فبالنسبه لواحد يعني كان مذاكر من اول السنه اكيد كده هو ما جابش حتى مجموع اللي كان غاشش، لان للاسف كل الناس كانت داخله ومعاها الاجابات النموذجيه، واللي كان داخل ومعاه كل انواع الغش، فكل حاجه بتتساوي يعني ما يعرفش اي حاجه يعني. ده في العربي ولا في الدين يا عماد؟ العربي والديني اتلغى، انت حضرتك عارفه ان هو اتسرب النهارده كذا مره طب فاتلغى وانت بعد رأيك ايه كده. في ان الامتحان اتلغى؟ انا شايف يعني انها افاره يعني، الدين كده كده مش في المجموع حتى ولو، بس هم المفروض اللي يلغوه بجد هو العربي، ان هو اتسرب قبل الامتحان بكذا ساعه، فده في المجموع ده 80 درجه من 410، وانا واحد علمي علوم فحرام ان انا يحصل انت معايا الكلام ده. احساسك ايه ان انت ذاكرت طول السنة ودفعت دروس خصوصية وانتهى الامر بانه في ناس تانية بتغش؟ للاسف ايوه، وانا في عرض نص درجه حتى، ان انا علمي علوم اقل حاجه 97%، فكده ظلم جدا يعني. شكرا يا عماد. ام مصطفى اتفضلي. الو، مساء الخير مساء النور، مدام اهلا هنيف. بيك، اهلا اهلا بيك. بيك. انا عايزه اقول لحضرتك، انا وليت امر. اوكي، ابني النهارده دخل الامتحان الثانويه العامه، ماشي. مش عايزه اقول لحضرتك طبعا، مش عايزه اوصف لك، هو طول الليل صاحي من القلق اللي هو فيه، طبعا تمام. يخش الامتحان ماشي اوكي، كلام جميل، الساعه 9 وثلث وفاجئ ان الامتحان اتسرب، امتحان العربي وامتحان الدين، ماشي اوكي ماشي. هو ما هماش عارفين ان احنا قاعدين 10 شهور حاطين ايدينا على قلبنا واعصابنا مشدوده واولادنا مشدودين بسبب الامتحان اللي احنا ما احناش عارفين اذا كان جاي كويس ولا وحش ولا طويل ولا قصير، ماشي. مش عايزه اقول لحضرتك الامتحانات طويله طويله طويله، ليه؟ ليه الاسئله دي كلها؟ تمام. وبعدين راعي الطالب شويه، راعيه. ما يصحش ابدا ان يعمل لي اني اقعد انا 10 شهور دروس ومدار ونازل وطالع ورايح وجاي. هو في ايه؟ هو انا شاريه ابني؟ انا مش شارياه ومش لاقياه. انا عايزه ابني، انا عايزه ابني حضرتك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو ما فيش رقابه الامتحان ده اتسرب ازاي؟ لو سمحتي انا عايزه حد يرد عليا، الامتحان ده اتسرب ازاي؟ ازاي؟ لان احنا عارفين ان سؤال الامتحان طبعا مهم، وده سؤال هيبقى سؤال الموسم. هي دي فزوره رمضان يا جماعه، الامتحان اتسرب ازاي؟ الوزاره هتقول لك ماليش دعوه. ولو سمحتي من فضلك حد يرد عليا رد مقنع. مش اي سياده رد. الوزير شربيني، هلال الشربيني الوحيد اللي ممكن يرد علينا رد مقنع. شكرا يا ام مصطفى. سماح اتفضلي يا سماح. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيكي، اتفضلي. الحقيقه استاذه لميس، انا بحيي حضرتك على المقدمه اللي حضرتك قلتيها، حقيقه مقدمه يعني هايله جدا. والحقيقه هو ده الواقع، ان احنا مهما هنحاول نطور في البلد التعليم اولا، ده حاجه ما فيهاش جدال. بالنسبه للمهزله اللي حصلت النهارده، انا بس عايزه اعرف حاجه. يعني دلوقتي كل سنه الامتحانات دي بتتسرب وبنشيلها للطلبه، وبنقول الطلاب هم اللي بيصوروا الامتحان من اللجان. ده دلوقتي بقى بيفتشوا العيال، يعني بيفتشوهم وبيعملوا مش عارف تفتيش الكتروني، العصايه يعني. الالكترونيه. هو احنا كمان تخطينا كمان المرحله دي وتميزنا بصراحه جدا، ودلوقتي بقى اللي اتسرب هو نموذج الاجابه الخاص بوزاره التربيه والتعليم. ده يعني متسرب من جوه الوزاره، يعني كون الوزاره تلغي الامتحان ده اعتراف واضح وضمني ان الامتحان اتسرب من جوه الوزاره، يعني شيء بسيط يعني. شكرا يا سماح. سيف اتفضل يا سيف. مساء الخير يا مدام. مساء النور يا سيف، اتفضل. أنا حضرتك طيبة. وأنت طيب، اتفضل. ترى ببساطة كل اللي حدث إن إحنا كنا قاعدين في اللجنة ومصلحين نعمل امتحان الدين، وزعوا علينا ورق الإجابة، وفجأة بعد ما مالينا كل البيانات دخل رئيس اللجنة، فوجئت إن هو دخل وقال كل الورق اتلم تاني، لأن الامتحان اتأجل يوم 29/6 لأنه اتسرب. بصراحة إن دل الموضوع ده على أي شيء فيدل على أن التنظيم سيء والمنظومة فاشلة. يعني انا مش عارف ليه مفيش مراقبه. انت حاسس انها منظومه فاشله، منظومه انت وانت في ثانويه عامه حاسس ان دي منظومه تعليميه فاشله. المنظومه فاشله يعني بشكل غير عادي، لانها يعني امتى هنوقف كل المهزله اللي بتترتب؟ مش بس التسريب، الصم والحفظ. انتوا قاعدين، انا عارفه، لانه طول النهار قاعدين نصم ونحفظ ونصم ونحفظ ونقول، يعني شيء غريب جدا يعني. المنظومه ده ترتب عليها فشل وكوارث في كل القطاعات، ليه ما فيش مراقبه؟ ونفترض ان حصل تسريب، ليه ما يبقاش في بلان بي، خطه بديله اخش بيها؟
مهزله بصراحه في كل المقاييس. وليه اشوف موبايلات ولاعيب كره بيتصور سيلفي وبيتكلم في التليفون؟ ليه اشوف كل الكلام ده؟ وليه استنى اليوم 29/6؟ الناس بتتصور سيلفي يا سيف جوه اللجان مش كده؟ بالظبط كده، ايوه. ما كانش في اللجنه بتاعتي بس شفتها على موقع. بصراحه اللجنه عندي كان فيها انضباط الى حد ما وركزي على الى حد ما، لان بصراحه موضوع يعني مهزله بكل المقاييس. ولو احنا مش عارفين بصراحه ندير المنظومه دي، نتعلم، نشوف الامريكان ازاي بيعملوا امتحانات الاس اي تي في العالم كله. لا ده اكيد عارف ان امتحانات الاس ان مصر الاولى في الغش، وبالتالي امتحانات الاس اي تي في مصر قل عددها، اللي هي الامتحانات الدبلومه الامريكيه قل عددها، لانهم اكتشفوا ان في مصر كمان بيغشوا الامتحانات الامريكيه. فيعني مفيش احلى من كده، احنا الاول في الغش. يا بشكرك يا سيف، ميرسي. عبد الفتاح. ايوه يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ازيك يا استاذه؟ كل سنه وانت طيب. بس وانت بالصحه والسلامه. احنا عندنا واقعه ظريفه قوي. امتداد بقى للمسلسل التسريب، سيبينا بقى من التسريب اللي تم ده، لا داخل اللجنه بقى. نفاجئ ان عندنا موظف في الاداره التعليميه اتعمل له جواب من الاداره عشان يدخل لجنه الامتحان بصفه رسميه، ويجيب كرسي ويقعد جنب بنته اللي بتمتحن في اللجنه ويبتدي يساعدها. ايه الحلاوه دي؟ بلاش اقول بيغششها. ايه الحلاوه دي؟ الحلاوه دي ايوه اقل شيء يتقال. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه؟ ما انا عشان داخله على رمضان، عارف، مش عايزه بقى ايه، عايزه اكون هاديه كده. ايه الحلاوه دي يا عبد الفتاح؟ يا فندم انا ولي طب يا ريت والنبي تديني الاسم يا عبد الفتاح لو سمحت، يعني هناخد الاسم ده من الكنترول واسم اللجنه واسم المحافظه والكلام ده. محافظه ايه يا عبد الفتاح؟ محافظه الدهليه يا فندم، مركز مبروك. وهتديني الاسم بقى كده في الكنترول عشان نشوف سياده الوزير هلالي الشربيني، شربيني الهلالي الشربيني، ايه النظام يعني، نحاول نشتكيه. طيب شكرا.